هذا شيء أنا أسوي وغلط وايد غلط، هو أكل الفواكه بعد وجبة الغداء مباشرة أو العشاء مباشرة، يؤدي إلى عملية تراكم الغازات وعسر في الهضم، لا تسوونها. وحلقتنا اليوم راح تكون مع الدكتور عاصم البياع. مساء الخير دكتور عاصم. مساء النور دكتور عاصم، وعدنا مشاهدين بنصايح طبية كل يوم. اليوم دكتور خلنا نتكلم عن موضوع الحمل والصيام، ايش رايك دكتور؟ هل الحامل لازم تصوم؟ طبعا بداية احب اهني اهل الكويت والمسلمين كلهم بحضور شهر رمضان المبارك. نعم. ان شاء الله وكده ربنا يتقبل الصيام والقيام باذن الله. طبعا بالنسبة لي الصيام اثناء الحمل، احنا عندنا الحمل بيتقسم الى اول 3 شهور من الحمل، ودول نعم. بتعاني فيهم المرضى من ترجيع شديد جدا واحساس باللوعة ومش بتبقى بطيء الاكل. نعم. وممكن نضطر ان احنا ندخلها المستشفى ونعلق فيها محاليل او دريبات علشان خاطر تخفيف اللوعة وتحسين الوضع ونقلل نقلل القيء. نعم. وهذا كله طبعا في هذه الحالة لو المرأة عندها قيء مستعصي او قيء متكرر اثناء اول 3 شهور من الحمل، فاحنا بننصح ان هي طبعا تفطر او ما ينفعش ان هي تصوم، ويبقى في عدته من نعمل اخرى. بالنسبة للحامل في توأم او الحامل في وعندها مشاكل ارتفاع ضغط دم او الحامل ومصابة بمرض السكر، كل الحالات اللي فيها امراض تحتاج الى جرعات من الانسولين زي السكر وتظبيط الغذاء، مثلا تاخد وجبات في مواعيد معينة، بيبقى من الصعب جدا ان احنا نتركهم ان هم يحملوا. باقي صعب تتركهم ان يصوموا نعم. بالنسبة للمرضى بقى اللي هم ما عندهمش اي حاجة خالص، ما عندهمش اي اعراض اخرى وبس الحمل مع الصيام، فدول لو هي تستطيع انها تصوم وما عندهاش اي مشكلة ولا تشعر بدوخة ولا بغثيان ولا وما الى ذلك، لان طبعا الحمل لوحده هو بردن وربنا سبحانه وتعالى قال حملته امه وهنا على وهن، فطبعا قد لو استطاعت انها تصوم ما فيش اي مشكلة وربنا نعم. ستثاب عليه. اما اذا كانت غير قادرة على هذا ولم تتحمل الصيام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة اللي فيها تكون موجودة في شهر 5 فترة رمضان، مع ان هي تكون بتشتغل مثلا او بتروح الى عملها وكده ومش قادرة تتحمل هذا الكلام، فبالتالي معها رخصة اعتقد من كثير من المشايخ ان هي قد تفطر في الايام اللي هي لا تستطيع الصيام فيها وتبتدي تعوضه في ايام اخرى فيما بعد او بعد الولادة او ما الى ذلك. نعم دكتور، في السابق امهاتنا وجداتنا كانوا يصومون برمضان. في الحقيقه امهاتنا وجداتنا كانوا بيصومون في رمضان، بس هم ما كانوش بيخرجوا يشتغلوا زي دلوقتي. يعني نعم. السيدات دلوقتي بقوا يعني زيهم زينا بيشتغلوا وبتروح العمل بتاعها الصبح وهكذا، وعليها ضغوط كثيره جدا، فيعني ما نقدرش نظلمهم زي اجدادنا. نعم. امهاتنا. نعم. الدنيا اختلفت شويه. هل الصيام ياثر على تغذيه الجنين، على الغذاء نوعيته وكميته اللي توصل للجنين ونمو الجنين؟ هو الحقيقه انه الجنين بياخد الغذاء اللي هو عايزه من جسم الام، يعني نعم. بمعنى لو الام حتى ما بتاخدش الكالسيوم بانتظام، الجنين بياخد الكالسيوم من جسمها وبيأثر على العظام بتاعتها وعلى اسنانها والى ذلك، ولذلك احنا بندي سبلمنتيشن وبندي جرعات من الفيتامينز والكالسيوم اثناء الحمل، بمعنى ان الجنين مش هيتضر لكن نعم. جسم الام هو اللي هيتضر. ليه؟ لان هي هتفقد من الريسورسز بتاعتها او من المخزون بتاعها من الفيتامينات والاملاح المعدنيه وما الى ذلك والبروتينات، فبالتالي هو جسمها اللي هيتضر اكشوالي يعني مش نعم. البيبي. زين اذا واحدة الحين وتبي تصوم دكتور، هل تنصحها تصوم خلال فترة اول 3 اشهر من حملها ولا ذي رمضان خلال اول 3 اشهر بحملها، هل تنصحها تصوم ولا تقول لها ما يخاف اول 3 اشهر فترة شوية؟ زي ما يعني حضرتك طبعا هو السؤال ده مهم جدا، بس هو نعم. ايه اول 3 شهور دول اصعب 3 شهور حقيقة في بالنسبة نعم. للترجيع واحساس اللي هو اللوعة والتعب في هذا الوقت، حتى تثبيت الحمل اول 3 اشهر وتثبيت الحمل بالظبط. بعض الاحيان بنضطر ندي هرمونات مثبتة للحمل لما بيكون في نزيف بسيط كده اللي نعم. هو بنسميه اجهاض منذر، فبالتالي يعني في بعض الحالات احنا ما بننصحش المرضى في الوقت ده ان هم يصوموا الا اذا كانت قادره وما عندهاش اي مشكله خالص ومفيش قيء ومفيش غثيان مفيش اي حاجه خالص. نعم. زين بخصوص التغذيه شنو تنصح فيه الامهات اذا بيصومون رمضان وكانت امورها تمام، ما عندها مشاكل بالحمل السابق، ما عندها امور الغثيان والقيء؟ طبعا بالنسبه لل ان شاء الله ربنا كرمها وهتصوم، واحنا طبعا بنشجع على الصيام اكيد طبعا، لان دي حاجه فريضه ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا جميعا كمسلمين. يفضل ان هي تاخد فيتاميناتها في مواعيدها مع الفطار ومع السحور، تشرب كميات ميه بكميات كبيره جدا، يعني سوائل، يعني بمعنى عصائر فريش او مياه بكميات كبيره عشان لا يتاثر الكليتين بتوعها اثناء فتره الصيام الطويل، لان السنه دي اعتقد هنبقى اكتر من 16 او 17 ساعه صيام. نعم. والفتره الطويله دي بيبقى فيه مفيش ميه داخله كتير جوه الجسم، فبالتالي انا بحاول بقدر الامكان من بعد الفطار الى السحور اشرب كميات كبيره من السوائل والميه.
مهم جدا كمان المواد السكريه، لانه الجلوكوز مهم جدا ان يبقى كميته بمستوى معين في الدم، لان زي ما حضرتك عارف البيبي هياخد الجلوكوز بتاعه، ولو انخفض الجلوكوز في الدم هياثر على التركيز بتاع الام وممكن يحصل لها غثيان ودوخه وهبوط وما الى ذلك اثناء فتره الصيام. طبعا تناول الاغذيه البروتينيات من لحوم واسماك وخضروات وفاكهه بكميات كبيره ما بين فترتي الافطار والسحور، لان ده هيعوض لها كل الحاجات اللي هي محتاجاها اثناء الصيام. وطبعا تمنياتنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله كده رمضان الجاي بقى تكون صايمه فعلا وتكون ولدت ومعها البيبي يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور عاصم، مشاهدينا مثل ما وعدناكم باكر ونصيحه جديده.